ناخد من كلامك ونرجع للاستاذ محمود المكاسب. يعني اتكلمنا على الجوانب الفنيه وان الاهلي ادى في يعني مباراه البايرن شوط وشوط على المستوى البطوله كلها ادى اداء رائع، برونزيه تاريخيه. المكاسب بقى نطلع او نستثمر هذا الانجاز التاريخي ازاي يا استاذ محمود؟ لا بص حضرتك، يعني هاخد من كلام الاستاذ محمود ده افراز الدوري المحلي. اللي حصل قدام البايرن ده افراز الدوري المحلي وبطوله افريقيا، هو ده يعني هو ده المستوى. صحيح. لكن انت محتاج تتعلم من انك تطور نفسك وتروح في حته تانية، ده شغل بقى مختلف تاني. وانت عارف كده حالك، يعني تاخد تجربه احتراف وعارف الوضع. الناس دي بتقضي اليوم كله في النادي، شغل وتعديل السلوك وشغل على السلبيات بتتعالج. انت النهارده الوضع محتاج فعلا نقله، انه الاهلي وده بنتكلم عليها من فتره، ان الاهلي المفروض يروح في حته تانية، في حته تانية انك انت تدور على الافضل. شخصيه الكواليتي بتاع اللاعب محتاج يرجع زي ما كان. دايما الاهلي كان بيختار اللاعب الدولي، بيختار اللاعب الدولي في صوب فني، لاعب دولي سواء منتخب اولمبي منتخب اول، بيدور على المهاجم له مواصفات. في شغل. الوضع دلوقتي الامور ما بقتش سهله زي ما انت شايف، لكن انت محتاج يبقى في مجموعه عمل يا كابتن. النادي الاهلي يعمل يعني النادي الاهلي يعمل ايه؟ خلينا نتكلم. لا يعني لا، إيه لا انت لازم تروح في الجزئيه انك انت مساله التركيز قوي على البحث عن المواهب، ودي تاخد اهتمام. ان انا في قطاعات الناشئين مش عاوز بطولات بقدر ان انت لما تطلع لي نجم لاعب ولا اتنين يبقى له مستقبل. بس خلينا اتكلم معاك يا استاذ محمود في النقطه ديت. هو الفروق المستويات، بس ده الكره المصريه والكره العربيه مقارنه بالكره الاوروبيه. لا في فرق. خلينا نتكلم. لو النادي الاهلي حتى مستوى بطوله الدوري زي ما حضرتك بتقول، ده فرز بطوله الدوري والريتم النادي الاهلي. خلي بالك، عشان من الحاجات اللي ضايقت النادي الاهلي، او النادي الاهلي ما ظهرش بالمستوى المطلوب خاصه مباراه البايرن، ان لاعب فرقه الريتم بتاعها مختلف، الضغط العالي. النادي الاهلي حتى على مستوى الانديه في مصر في الدوري، او حتى على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي في خلال حتى مباراه الوداد، ما فيش فرقه بتعمل هذا الضغط العالي وهذا التكتيك اللي بيقوم به البايرن. فدي فوارق ما بين الكره المصريه، مش النادي الاهلي، والكره الاوروبيه. لا الكره، ما انت فرق زي منتخب لما راح كاس العالم عملنا ايه قدام ثلاث ماتشات اللي لعبناهم مع روسيا المنظمه، مع اوروجواي، ومع منتخب السعودي الشقيق، خسرتهم. طب خلينا انا بكلمك اهو، خسرت الثلاثه. صحيح. طيب بعد ما خسرت الثلاثه في 2018 والنهارده احنا في 2021، هل اتحاد الكره والكلام ده انا اتكلمت مع حضرتك في اكتر من حاله، قلنا الوضع ما فيش تطوير، ما فيش بحث عن تطوير. ثانيا النقله مهمه جدا. انت المفروض في حته، انا شايف الاهلي في حته المفروض يروح في حته ثانيه، يعني المفروض يشتغل على نفسه قوي بعد التجربه دي. ما تعديش كده، واللي حصل ده ما يخليكش كده تحبط. لا انت محتاج مزيد من الشغل، محتاج. انا يعني مش يعني دي سياسه وفي اداره فنيه، يعني انا حابب انه لعيب نادي يقضي اليوم كله في النادي، يعني يبقى موجود من الصبح. شغلانتك انت محترم، مالكش في وظيفه تانية يا كابتن هاني؟ لا طبعا مفيش وظيفه تانية. طبعا بس خلينا الالمان لما جم الاهلي الاثنين، وانا راي كنت متابع سواء من هولمان او حتى تسوبل، كان اغلب الفرقه موجوده من الصبح، وكان التدريب ممكن يبقى الساعه 3. شفت لعيبه بتيجي لها المدرب يقعد يمر معاها ساعه واثنين. ها وقلت الكلام ده اكتر مره، وفي تجربه من فيليكس لما الاهلي جابه متعاقد معاه من غانا، كان بيقعد يقع مش عارف. انا عايز اناقش حضرتك في النقطه دي. هي مش تاثير من النادي الاهلي او مستوى التدريب او مستوى المدربين، او انا بتكلم ده بينتقل لمستوى الكره المصريه كعامه. يعني اعتقد لو الفاليو بتاع الدوري المصري اقوى على مستوى اعلى، من لاعبين محترفين على مستوى اعلى، مباريات على مستوى اعلى، بتتكلم على طرق لعب واساليب لعب على مستوى اعلى، كان ممكن النادي الاهلي يظهر بمستوى، خاصه الشوط الاولاني، بمستوى افضل شويه. لكن خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، وده اللي قاله موسيماني قال باللفظ كده، احنا ان شاء الله هنيجي السنه اللي جايه وطموحاتنا هتكون اعلى من البرونزيه.